السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الأكارم في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من حياة طيبة. تحية لكل المتابعين داخل وخارج السودان. حبابكم عشرة في يوم الاثنين، والحديث متواصل عن أثر التكنولوجيا على الأسرة. هذه الحلقة الرابعة برفقة الدكتور يوسف إسماعيل عبد الله، استشاري النفسي. تحدثنا في حلقات فائتة عن الأسباب وعن الدوافع وكيفية التعامل مع هذه التكنولوجيا والاستفادة منها وبعض الأضرار اللي مترتبة من خلال هذه التكنولوجيا. اليوم دارين نشوف الحلول، يعني في جاب بين الآباء والأمهات مع أولادهم، ما قادرين يتواصلوا معهم بطريقة سليمة. الشباب ذاتهم شنو الجرعة الإرشادية المفترض تصليهم حتى استخدموا التكنولوجيا استخدام سليم؟ يعني نحن مرات بننحرف بها إلى أشياء ممكن تكون خارج يعني حدود الأدب والذوق، ممكن تكون يعني مضرة حتى بالصحة. الناس بتسهر لوقت متأخر في التلفونات وفي مواقع التواصل الاجتماعي، ممكن نستخدمها للإساءة وغير من هذه الأشياء. عايزين نشوف الحلول لهذه الإشكالية. إذا أسعد جدا بمتابعتكم لهذه الحلقة ومشاركتكم من خلال الروابط المختلفة، صفحتنا على فيسبوك برنامج حياة طيبة، وكذلك رقم الواتس الذي يظهر أسفل الشاشة، وكذلك المكالمات الهاتفية. باسمكم جميعا أرحب بضيف الحلقة دكتور يوسف إسماعيل عبد الله. إذا أهلا ومرحبا بك دكتور يوسف. مرحبا بك ومرحبا بالمشاهدين والمشاهدات في هذا المساء الجميل. سعدت مساء دكتور يوسف، ولدنا يعني في حديثنا عن التكنولوجيا وأثرها على الأسرة، تكلمنا عن الأثر الإيجابي والسلبي، وتكلمنا عن الإفرازات في الحلقات الفائتة. اليوم دارين نشوف حلول للتعامل مع التكنولوجيا تعامل سليم بدون ما تأثر علينا. دعنا نتفق في البداية إنه كل ما أنتجته التقنية العالمية قصد منه تيسير حياة الإنسان وتمكينه من الوصول إلى كثير من الأشياء التي تيسر حياته بصورة أو بأخرى. كما وجدت هذه التقنية صاحبتها كثير من الإيجابيات وإلى جانبها كثير من السلبيات. يعني في كل المجتمعات هنالك تنبيه يربط ما بين التقنية والإشكالات المربوطة بها، وبالتالي يساعد التنبيه والتوجيه إلى التخفيف من الآثار الضارة. نحن في مجتمعات زي مجتمعاتنا ينبغي أنه ندرك أنه لسنا مستهلكين فحسب، وإنما نستفيد من هذه التقنية بما أريد منها، وفي نفس الوقت نحاول أن نتجنب أي أضرار يمكن أن تلحق بنا من خلال استخداماتنا المختلفة لأنواع التقنية، سواء كانت تقنية الاتصالات أو تقنية الأجهزة والمعدات التي نستخدمها في داخل بيوتنا. نعم دكتور يوسف، لو بدأنا يعني بمسألة التعليم، ونحن الآن في كثير من الدول اللي تقدمت اللي وصلت لمرحلة أن التعليم أصبح تعليم ممكن نقول عليه تعليم إلكتروني، يعني نعم. الطالب يشيل لوح ذكي على يده فيه نعم. كل البرامج والمواد نعم. المدرسة. نحن إلى الآن في زيل الشعوب. نعم. حقيقة يعني في معظم أنحاء العالم اليوم يعني التواصل ما بين المعلم وطلابه في واجباتهم الدراسية بيتم عن طريق شبكة المعلومات الدولية، يتواصل الطالب مع أستاذه ومعلمه في هذه الجوانب. التقنية أيضا يتم استخدامه بصورة واسعة في الأبحاث العلمية على مستوى الجامعات. يستطيع كثير من الطلاب أن يتناقلوا الخبرات والمعلومات المتاحة عبر شبكة المعلومات الدولية، ويتم الاستفادة منها ويتم تطويرها ويتم تنقيحها وتحليل بعض الأشياء. لذلك تجد في كثير من الأحيان يعني هنالك آراء مختلفة تجاه أشياء حادثة، كل جهة تجرب وتجري أبحاثها، وقد تتطابق وقد تختلف في بعض الجزئيات، وقد تحتاج المعلومة الصادرة إلى المزيد من التمحيص والبحث والتحليل حتى يتفق الجميع على أن هذا هو الحل لأي مشكلة تواجه الناس. السباق اللي حاصل يعني عالميا دكتور يوسف، نعم. متى نحن نضع نفسنا يعني مع قائمة الدول اللي ممكن تقول نقول على متوسطا حلال نعم. الآن يعني في مرحلة متأخرة قليلا يعني نعم. كشرق نحن حقيقة يعني لا ننكر أنه عندنا بعض شبابنا الذين تقدموا في هذا المجال، لكن لا يحسبوا على هذا الوطن وإنما يحسبوا على جهات أخرى، لأن تلك الجهات الأخرى مكنتهم من أدوات التقدم والبحث ومكنتهم من إسهاماتهم العلمية إنها تدخل في المجال العالمي. نحن في وطن زي وطننا السودان لن نستطيع أن نتقدم ما لم نلحق بركب التنمية وركب التقنية بصورة كاملة، وهذا اللحاق يجب أن يخرج من المحاكاة والتقليد إلى مستوى أن نبحث عن ماذا نحتاج.
يعني قالوا الحاجة أم الاختراع. نحن عندنا حاجيات كثيرة نستطيع أن نستخدم التقنية في تطويرها. عندنا أنواع من البذور مختلفة، عندنا نوعيات مختلفة من أشجار النخيل والأشجار الصمغ العربي اللي نحن نشتهر به. هناك وسائل كثيرة نحن ممكن نستخدم فيها التقنية عشان نقدم خبرات إضافية للعالم. يعني نحن للأسف الشديد لليوم بنتابع العالم في ما يعني خطوة بخطوة وراه وليس جنبه وليس أمامه. نحن لو سعينا أن نفعل ذلك ومكننا مراكزنا العلمية وجامعاتنا من أنها تصبح مراكز حقيقية لإنتاج العلم والمعرفة والبحوث، نستطيع أن نمشي ولو خطوة خطوتين نحو الأمام، بحيث أنه نصبح أمة قادرة على أن تنتج التقنية وتستخدمها معرفة وعلما. نعم، إذا كان في جانب التعليم نحن محتاجين أن نلحق، لأنه العصر الجاي ده إلا حنربي أجيال ما عندها علاقة منقطعة عن العالم. أنت أشرت إلى الجانب الاقتصادي، لكن سريعا دكتور يوسف، نحن على يعني سبيل المثال مشروع الراجح الذي كان في الولاية الشمالية والإنتاجية المبهرة اللي حققتها الأراضي السودانية، هذا بفضل التكنولوجيا بالتأكيد، ونحن عندنا أراضي حداد مداد يعني. نعم يعني أنا ما بعتقد أنه دائما لازم ننتظر عشان يقدم لنا الآخرون خبراتهم. نحن حقيقة من كثير الدول التي لديها متعلمين، يعني نحن عندنا متعلمين في مجالات متعددة، لكن العلم بيجيب في حدود معينة يعني لا يتجاوز الحدود العامة. نحن ما بندخل في تطوير أشياءنا بصورة تمكننا حقيقة من أن نصبح دولة رائدة في استخداماتنا للتقنية وفي إنتاجنا للأشياء التي يمكن أن نستفيد في إدخال التقنية فيها. يعني المثال أشرت له ده مثال الزراعة، ونحن من زمن طويل نردد بألسنتنا إنه السودان سلة غذاء العالم لسنوات طويلة، قريناها في الجغرافيا وحكولينا في التاريخ وإلى آخره، لكن كيف يمكن أن نصبح تلك السلة ما لم نستطيع نحن أن نصنع السلة ذاتها ونصنع مدخلات السلة، بحيث نصبح قادرين حقيقة لأنه نطوع التقنية لاستخدامات تجعلنا فعلا رواد في هذا المجال، ونحن نستنبت من هذه التقنية الموجودة عندنا أشياء تتناسب وتتوافق مع بيئتنا. يعني العلم ما وقف، ما وصل نهاياته، العلم ما زال مستمر. فإذا نحن مكننا علمانا طلابا في جامعات وأساتذة في جامعات من أنه يستغلوا معارفهم في أنه تتاح لهم هذه الفرصة، بالتأكيد يستطيعوا أن يبهروا فيها العالم. نعم دكتور يوسف، يعني هذا التطواف عام يعني من خلال يعني أثر التكنولوجيا في حياتنا اليومية. هذا بنتكلم على الأسرة، دعنا نأخذها بجانب أعمق. نحن الآن عندنا أسر بتعاني من إشكاليات سلوكية تلقائيا، بتكتشف أنه أولادها هذه السلوكيات أتوا بها من التكنولوجيا بأي منفذ كان، يعني سواء كان من خلال الجوالات أو من خلال المواقع اللي هم بتابعوها. يعني حقيقة يمكن الأسرة، خلينا أقول الشباب بالذات وتعاملهم مع هذه الأجهزة في داخل إطار الأسرة وفي خارج إطار الأسرة. يعني نحن هذه التقنية الموجودة تحوي الكثير في داخلها، هذه الشبكات المختلفة، شبكة المعلومات الدولية، الواتساب، الفيسبوك، الماسنجر إلى آخره، فيها كميات من المعلومات، فيها المفيد وغير المفيد، فيها الصالح وفيها الطالح. نحن دائما إذا أحسننا تربية أبنائنا ممكن ندفعهم دفعا نحو الصالح، لأنه في كثير من الأحيان يعني الطالح من هذه الأمور يمكن أن يجرى سرا ولا يطلع عليه ولي الأمر، لكن بنلاحظ تغير السلوكيات، يبقى المردود موجود يعني. نعم تغير السلوكيات إذا نحن انتبهنا يعني للأبناء. يعني في كثير من الأحيان تجي تلقى الأبناء بيختلوا بأجهزتهم، والاختلاء ده يعني بأنه أنا عندي شيء خاص. نعم وهذه دلالة على أنه يعني في بعض الأحيان قد يصبح من الصعب أنك تجي تمسك ابنك تقول له وريني الموجود شنو في جهازك. لكن على الأقل لما تعطيه القيم المتوقع والدور المتوقع منه في العمر بتاع الرشد اللي هو وصل له، وخاصة إذا كان هذا الابن ولا الابنة في الجامعة وما فوق الجامعة، أنا بعتقد أنه بعد كده أصبحوا هم مسؤولين. تنبيههم وتذكيرهم هو واحد من الأشياء الواجبة، لكن الطريقة نحن دائما بيصر علينا يعني السلطات الأبوية لا تمارس بسلطات فوقية، وإنما بالحوار والتقارب مع أبنائنا بصورة كاملة، بحيث أنه يعني نتحاور يعني أنتوا بتشوفوا شنو، خلينا نشوف. نحن ما بيناتنا جاب كثير يعني في يعني يمكن في معظم حضرنا الآباء والأمهات لحد ما عندهم اطلاع وقدرات على التعامل والتوافق وفهم ما يجري في هذه القنوات. يمكن في بعض أجزاء الريف قد لا يدرك الآباء والأمهات ما يحدث، صحيح، لكن من خلال المعارف الموجودة نخلي حقه إذا نحن
دارين نرفع من طبيعه علاقتنا، نساعد ابائنا وامهاتنا في انهم يدركوا معنا الاشياء اللي نحن بنتعامل بها، على الاقل يكونوا شركاء، يعني حتى لا تنعزل الام ولا الاب ويشاهدوا ابنائهم 24 ساعه مشغلين عنهم باشياء هم بعيدين عنا. نعم. في كثير من الاشياء ممكن تكون فيها شراكات داخل البيت، وانا بخيل هذه واحده من الحلول المتوقعه انه نتقارب مع ابائنا وامهاتنا في توصيلهم لهذه التقنيه، لان اصبحت ضروره عصر. نعم، ده في ظل اذا كان احنا اصلا يا دكتور يوسف يعني الشباب اصلا كانوا هم مدركين لهذه المساله، لكن اذا كان عندي فئه من المراهقين وفئه من الابناء الصغار اللي هم بيتعاملوا مع الجهاز وغايب عنهم هذا المفهوم حتى، يعني نعم وهم حتى ما بيلتفتوا للاشياء اللي فيها قيمه، يعني انت لو سمعوك بتقول كلام ده زي يعتقدوا انك انت خارج اطار مفهوم الحياه اللي هم عايشينها. صحيح، ودي واحده من الاشكاليات. نحن دائما بنصر على انه يا اخواننا يعني اي انسان ما بيصل منتهى العلم، يعني لابد انه انا اسمع اراء الناس الاكبر مني سنا الذين لديهم الكثير من التجارب والخبرات اللي الموا بها من خلال حياتهم، والاستماع لهم يعني ما معناه لانه هم خارج اطار ما تفهمه انت. نحن كثير من ابنائنا للاسف الشديد بيعتقدوا انه هم بيعلموا بيفهموا اكثر من ابائهم وامهاتهم حتى لو كانوا متعلمين. نعم، وهذا الفهم يعني بيجعل الثغره ما بين الاثنين كبيره. نعم، طيب دكتور بنتكلم عن المشاكل السلوكيه والاثر السلوكي من هذه التكنولوجيا. الان عندنا احنا واقع افتراضي الان اصبح هو جزء كبير من حياه هؤلاء الشباب، واصبح مصيده لكثير من الافكار ممكن تكون فيها انحرافات في الجوانب العقديه او في السلوكيه، يعني عندنا الحاد، عندنا غيره من هذه الاشياء كلها مصيده من خلال النت، من خلال فيسبوك. نعم، خلينا نبدا من ابسط الاشياء، يعني ما تشاهدوا الان في شوارعنا في زي البنات او في زي الاولاد او في طريقه تربيه شعورهم بصوره او باخرى، بنجد انه هؤلاء الشباب في كثير من الاحيان يقلدون اخرين، والاخرين دي حقيقه اصبحوا قيمه واصبحوا رقم بالنسبة لهؤلاء الشباب؟ لا، في حياتهم هم. يعني انت بتقلد، هو اصبح شخص مشهور. كيف مشهور بشنو؟ بموهبة وقدرات بيملكها. انت ما بتقلد الشيء اللي بيملكه، انما بتقلد الجانب المظهري فيه. يعني انا لما اخذ طريقة تسريحة شعر شخص ما لانه مشهور، فلنقل لاعب يعني، كويس؟ لانه مشهور، اصبح مشهور بشنو؟ اصبح مشهور بموهبة هو بيمتلكها. انت ما امتلكت الموهبة دي، بتحاكيه في شكله، لكن ما بتحاكيه في مضمون المضمون القيمة الموجودة فيه. نعم، انت اصنع لنفسك قيمة عشان الناس التانيين يقلدوك، لكن ما تصبح اما تقلد الناس الاخرين في اشيائهم، تقلدهم في مظهرهم، لكن ما تقلدهم في القيمة بتاعتهم. يعني هؤلاء الناس اصبح عندهم قيمة، هذه القيمة اكتسبوها من قدراتهم وامكاناتهم وما بذلوه وما قدموه للعالم ان صح او خطأ. لكن انت لما تنظر لهم وتلبس مثل ما يلبسوا او تحلق شعرك مثل ما يحلقوا، تذكر انك انت قلدت الجانب المظهري فقط، لكن ما وصلت للقيمه او الموهبه اللي وصلت هذا الشخص الى ذلك المكان. فهل ستصبح مثله اذا قلدته شكلا؟ بالتاكيد لا. فاخذت الجانب السطحي ولم تذهب الى الجوهر. فاذا نحن دارين نصبح عندنا قيمه حقيقيه، خلينا نسري جوهرنا الداخلي بقيمه حقيقيه اكثر من استيراد ومحاكاة الجانب المظهري لدى المشاهير. وطبعا دي مشكلة دكتور يوسف الآن بيعانوا منها كثير من الآباء والأمهات. نعم، بقول لك أنا ولدي خارج السيطرة بالنسبة لي. نعم، في شكله، في لبسه، في كلامه، مظهره الخارجي. نعم، وما قادرين نسيطر. بقول لك يا أخي دي حريتي. أبدا، يعني هي تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية الآخرين. ده كلام يعني ما فيه حوار ولا نقاش كثير. يعني أنت عندك حرية، لكن عندك ضوابط بتاعت مجتمع، ضوابط بتاعت دين، ضوابط بتاعت أخلاق، ضوابط بتاعت قيم، ضوابط بتتعرف مجتمع. نعم، يعني انت لما تنفلت وتخرج ما بتقدر تقول انا عندي حريه، الحريه دي عندها قيود، ما في شيء مطلق في الحياه، يعني اي شيء مربوط بقيود معينه لابد ان يراعيها كل انسان حسب عمره حسب موقعه، لانه لو ترك المجتمع لان يمارس كل شخص حريه مطلقه لا تأذى الكثيرين من سلوك بعض الافراد في المجتمع. نعم، عشان كده وجدت القوانين عشان تحكم أعراف المجتمع وفقا للقيم الأخلاقية والدينية اللي بتسود في المجتمعات. إذا خرجت مثلا تعاطيت مخدرات تقول حرية بالنسبة لي؟ أبدا، أنت بقيدك القانون الذي لا يجب أنك تنصح فيه لأعراف المجتمع ولقوانين المجتمع. نعم، إذا كان هذا الخطاب ممكن يكون للشباب يا دكتور يوسف، لكن بالنسبة للأسر اللي معايشة هذا الواقع المؤلم، يعني الواحد مرات يستحي أنه يسوق مع ولده لأنه شكله ما حتى ما بيجيب الناس. يعني نعم، هو مشكلة. يعني أنا الأشياء المؤسفة اللي بتلقاها انه حتى المساجد والجوامع حتى في صلاة الجمعة، يعني
خذوا زينتكم عند كل مسجد. عند كل مسجد. نعم. يعني أنا بيفترض إنه أفضل ما عندك من ثياب تمشي بيه، وفي ناس بيجوا بملابس النوم، في ناس بيجوا بملابس شورت بيمشوا بيه الجامع، بيعتقدوا إنه والله دي ملابس أنا ممكن أمشي بيها، في ناس بيمشوا بملابس كورة. يعني نحن بقى المجتمع عنده خلل في إنه ماذا يمكن أن تلبس داخل بيتك وماذا يمكن أن تلبس خارج بيتك. يعني احترامك للمجتمع واحترامك للناس واحترامك لكبير السن، حتى ابوك يعني ممكن يقول لك الكلام ده لكن قد لا تنص عليه، ودي مشكله طبعا. هذه مشكله كبيره، ان شاء الله نشوف حلها كيف بعد الفاصل. دكتور يوسف اسماعيل، مشاهدينا الكرام، ان شاء الله بعد الفاصل نستقبل المشاركات ونحاول نحل هذه الاشكاليه اللي تقع فيها كثير من الاسر. تابعونا. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في حياه طيبه، والحديث اليوم عن التكنولوجيا واثرها على الاسره. هذه الحلقة الرابعة برفقة الدكتور يوسف اسماعيل عبد الله. دكتور مرحبا بك مجددا. وقلنا الأسرة في بعض الأحيان بتكون في مسألة بتاعت ممكن نسميها خلطة أوراق، ما قادرة يعني تسيطر على هؤلاء الشباب بالنار، إنه ياخذوا حرية وده جيلهم ودي يعني ده خلاص دي أيام مفترض يعيشوها، وبين إنه يا أخي حافظوا على تقاليد المجتمع. نعم، أنا بخير لي يعني يجب أن لا يغيب عن فكر أي واحد من الوالدين. نعم. بإنه الأبناء كبروا وما عاد بالامكان السيطره على افعالهم واقوالهم. ونحن دائما بنقول انه الاباء والامهات لابد ان ينزلوا الى مستوى تفكير ابنائهم. نعم. ويحاوروهم. نعم. يعني مساله حوار، ما مساله فرض اراء. يعني الحوار لابد ان يتمنطق يعني الام او الاب بمنطق انه يعني مناقشه البنت. نعم. او الابن في زيه اللي بيلبسه وفي طريقة ملابسه وكل الأشياء الظاهرية، ومحاولة الوصول إلى تفاهم في معنى هذه الأشياء وإلى أي مدى بتعني بعد حقيقي لشخصية الإنسان. يعني إحنا بنتكلم عن إنه إنسان شكله شنو ولا مظهره شنو، لكن بنتكلم عن إنسان محتواه شنو. نحن عندنا دور إنساني، مما رشدنا وكبرنا لابد أن يكون عندنا إسهام حقيقي في المجتمع. نحن ما أداة إفساد مجتمع، نحن أداة إصلاح مجتمع. حتى لو شفنا الشيء الخطأ نحاول نوجد التفسير اللي بيوضح إنه فعلا خطأ، ونحاول نوضح ما هو الصح أو ما هو البديل المتوقع شنو. وبعدين يعني لابد أن يدرك الأبناء والبنات إنه السلوك المظهري بتاعهم بيأثر على الأسرة. يعني الزول لما يشوف واحد طالع من بيت معين بيرجع الأمر لأبويه، فإنت ما تخد أبوك ولا أمك في نقطة حرية، وتفهم انه المجتمع بينظر للاسره ككل وبيرجع الامر لاتهام الاب والام في التقصير. صحيح. فعشان كده يبقى انت كشاب ينبغي انك تكون بتمثل فيك المسؤوليه بتاعت الاحساس بتاع انتمائك لاسره وانتمائك لعائله. هذه العائله انت رسالتها الخارجيه. نعم. انت النموذج اللي بتقدمه للمجتمع، فاذا انت احسنت على نفسك احسنت لاسرتك. وبالتالي الواحد يسأل نفسه المسألة، ما أنا حريتي لكن الناس الوراي الربوني ديل، هل المجتمع كله متراضي ومتوافق على ما يحدث من التغيرات الحاصلة لشبابنا؟ إذا بقى المجتمع متراضي بيبقى ما في خلاف، ما بيزول بتساءل. لكن إذا في ناس بيستنكروا هذا الشكل اللي بيخرجوا به البنات والأولاد، لابد أنه يعني ذلك بالنسبة لي أنا كشاب كزول مسؤول وفي عمره بتاع مسؤوليه وقريت جامعه وتخرجت من جامعه، لابد ان ادرك بانه انا خرجت على اعراف المجتمع. عشان كده الناس بيتساءل بانه ده صح ولا غلط. اذا اتفق الناس على انه غلط حيرجع الامر ده للاسره، انه والله اسرتك ما ربتك صح. لانه في ناس كويسين ما زالوا محافظين على الشكل العام بتاع المجتمع، وبالتالي انت بتجر على اسرتك ما لا يليق بها. فاصبح مسؤول انت في ذاتك دون ان يرجع عليك ابوك ولا امك في انك تسلك السلوك السليم الصحيح اللي بيخلي الاسره في مقام مرضي عنه في المجتمع. نعم. طيب دكتور يوسف، يعني هذا جانب. عندنا جانب اخر اخطر، يعني اصبحت الان مواقع التواصل في بعض الاحيان هي عباره عن يعني ممكن نقول عليها وكر للرذيله. نعم. وتبادل العلاقات العاطفيه او الغراميه، او ممكن تقول عليها الاباحيه بين هذه الوسائط، يعني ربما اسهم في تفكيك بعض الاسر. هناك بعض الاشكالات تطرح حصل بالضبط. نعم. يعني في كثير من الاحيان للاسف الشديد يعني ما يتم تبادله من صور ومن كلمات ومن اشياء، يعني انا ما بقول خادشه للحياه، وانما موغله. نعم. موغله في السوء بدرجه غير مقبوله حتى بين شخصين فقط. ناهيك عن انك شيء تتبادله على وسائط عامه، يعني في كثير من الاحيان للاسف الشديد بنجد انه يعني بعض الشباب بيطلبوا من بعض الشابات بعض الصور بمواصفات معينة.
اصلا لا يليق الحديث عنها، ناهيك عن انك انت تبادر بانك تطلبها. وانا بتخيل انه اذا زول طلب حاجه بمستوى زي ده ينبغي مباشره لاي امراه لاي فتاه بتحترم نفسها، تحترم تعليمها، تحترم دينك، تحترم قيم المجتمع، تقطع علاقتها مع شخص من هذا النوع. في ناس بيعتقدوا انه هذه وسيله للمحافظه على العلاقات، بيعتقدوا انه هذه وسيله عن التعبير عن المشاعر. ما في مشاعر في الصوره دي ابدا، ما في مشاعر. بالعكس هذا مؤشر مباشره لانه هذا الشخص لا يصح، بينظر لك نظره دونيه، بينظر لك كحاجه شكليه، ما بينظر لك كمعنى ولا كقيمه. انا الزول اللي بيطلب مني حاجه خارجه عن اطار الاخلاق والقيم، انا بعتقد انه قلل من قيمتي قبل ما يقلل من قيمه نفسه. واذا انا ارتضيت انه اقبل منه هذه الاشياء، معناها انا ارتضيت انه اذل نفسي واقبل هذا المستوى من التعامل. متى ما قبلت هذا المستوى من التعامل، يتوقع منك انك تمشي بالطريق ده الى نهايته. فعشان كده لاي انسان بيحترم نفسه، بيحس بانه قيل له او تمت الاشاره الى شيء يرفضه جمله وتفصيلا، يجب ان يقطع العلاقه ويقف عن حدها حتى لا يكون هنالك تمادي. وانا بعتقد انه هذا السلوك القويم اللي ينبغي انه اي انسان راشد، ولد او بنت، ان يسلك هذا السلوك ويعرف اين يقف في اي علاقه بتاعت مشاعر، لانها في هذه الحاله تكون قد خرجت من الاطار بتاع المشاعر الشريفه المحترمه. نعم. هو دكتور يوسف، يعني في بعض الاحيان المساله بتكون فيها جراءه على يعني الطلب، وجراءه على انه الانسان يبوح بكل ما لديه، لانه فيها 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 حاجز بتاع يعني زول ما شايفك، انا بتكلم من خلال وسيط يعني. نعم. هي انا زي ما ذكرت في حلقه سابقه انه في كثير من الاحيان الناس من خلال هذه الاجهزه اللي بتخفيهم بيتبنوا هويه غير هويتهم الحقيقه. نعم. ويقدموا هذه الهويه ويرموها في وشك. اذا قبلتها هي مصيده، اذا لقوك انت نصحت عليها انساقوا الى ما ابعد من ذلك. لكن اذا اوقفوا عند حدهم بتبقى العلاقة وصلت نهايتها وانتهت. لأنه أي إنسان يحترم نفسه إذا طلب منه شيء هو لا يقبله ولا يرضاه لنفسه، أنا بخيل لي يجب أن يتخذ موقف قاطع بدون ميوعة، بدون يعني إذلال لنفسه. لكن إذا أنت ماشيت الزول وخليته يعتقد بأنه ممكن يتكلم معك في موضوع زي ده، ممكن يطلب منك أشياء زي دي، فبالتالي أنت اللي أديته المساحة. صحيح. أنت أديته الفرصة. وزي ما ذكرنا ورددنا كثيرا أنه كثير من الناس شخصياتهم غير قويمة، سلوكهم غير قويم، لكن بيتخذوا هذه الأجهزة كوسيلة بتاع التعبير. صحيح. تخفي شخصياتهم الحقيقية. يعني لو قعدت معه وجالسته لعرفت أنه إنسان مهتز الشخصية وعنده إشكاليات سلوكية لا أول لها ولا آخر. نعم. طيب دكتور يوسف، هذا في الجانب السلوكي. نحن مشينا لمسألة إضاعة الوقت، يعني نحن نأخذ كمية من الوقت في هذه الأجهزة. خلينا دكتور يوسف إن شاء الله نأتي بعد هذه المكالمة لمناقشة هذه الجزئية. مرحبا، السلام عليكم. يا مرحبا. عليكم السلام. الله يديك العافية، تفضل. الله يحفظك. تحية لك ولضيفك الكريم، ونشكر من أول حاجة على هذه الإضاءات وهذه الإشراقات وهذا الحديث السر الذي يهم كل السودانية وكل الأسرة السودانية، هي الحضرة الأهم في طيبة الحياة في طيبة يعني. تسلم يا رب، يديك العافية، تفضل. الله يخليك. تسلم. أعترف التكنولوجيا أذكر في عندك كده أستاذ يوسف لو تتوقف مع الأسرة. الصوت واصلني مشوش شوية، لو بتتكلم في حتة الشبكة فيها ضعيفة حاول يعني اخرج منها. تفضل. نعم. تعالى نيجي للموضوع. اتفضل. قلت لك الأسرة إذا فشلت في إنها تربط أبنائها أكيد ما حيشوف مستقبل مشرق. خلينا نقول للأسرة طبعا ما نمسك الأسرة كفرد يعني، الأسرة واحد بس يعني ما في أسرة متغلبة إنها تربي أبنائها تربية صحيحة، خليك في باقي المجتمع. المفروض الرسالة المباشرة تنتقل لأي سوداني من ناحية أسرة واحدة كفرد يعني. نعم. إذا أي أسرة سودانية ضبطت أبنائها صح، المستقبل أكيد حيكون مشرق لأبناء السودان. لكن إحنا نطلقها من منطلق عام كذا، ترى التكنولوجيا أكيد كبير جدا، وبعض المرات حتى الأسرة تحفز الأبناء يعني. تقول لي زاني انا اجيب لك التليفون، لكن ما بتوريه يا اخي انه التليفون فيه مواقع كذا وكذا وكذا، المفروض انك ما تتعامل معها، لا بتجيب له التليفون ده وبتدي له الحريه الكامله انه هو يخش فيه زي ما هو عايز يعني، بس هي الحاجات الطارق والطارق هناك. وبعدين لما نحل سلوكيا نجي نرجع طوال اليوم الاسره يا اخي ما رديت زي الناس تجي، في حين انه الاسره دي ذاتها السلاح الخطير ده. خلينا اقول بس هو يا اخي حاب يشوف العالم، لكن العالم ده ما كله صالح بدون ما ياخذ حمايه يعني.
ايوه مطلوب مفروض من الاسره انها تتحاكى عليها ولا تنجح في الصحه هذا التليفون، لكن التليفون ده اشتغالات واحد اثنين ثلاثه، اذا صح من الاطاره مثلا كل المخاطر ذات ما تقول له لا خليه مجهول يعني، لكن الناس خرجت ما تخش فيها، لا ارجو الاسباب يا اخي اذا خشيت انت بتستنى كذا وكذا وكذا، انا شخصيا انت محمد عثمان رابط يوسف البيت هو اي زول بيجيب تليفون يا اخي الحاجه كده وكده وكده، اي زول يشتري له تليفون يا اخي الحاجه بتستلم لنا كده وكده النتيجه كده من الروس ده المفترض يحصل يا محمد. ده المفترض نعم. يحصل عند كل أسرة أخي محمد، يعني كلامك في محله، كتر خيرك على المشاركة، شكرا جزيلا محمد. متصل آخر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب بك بلا، تفضل. تفضل يا بلا. والله طبعا يعني انضباط بالنسبه يعني النبي جاي حاطين بالسفوره او يعني اليوم يعني في بعض المفروض ننضبط في الكتاب بدل ما تبدا ميت الحزن بس بلا يعني معلش اعتذر منك الصوت شويه يعني ضعيف بالنسبه لنا يا بلا. طيب ارفع صوتك شويه يا بلا. طيب تفضل. والله الو ايوه تفضل يا بلا تفضل. والله طبعا المفروض يعني ما وكل زمان وكل مكان نظرهم بطيء يعني. طيب معلش احنا نعتذر من بلا صوتك شوي بالنسبه لي ضعيف. طيب مشاهدينا الكرام ان شاء الله سنتواصل لكن عقب هذا الفاصل نجيب على مشاركات الساده المشاهدين وكذلك على هذه الاسئله التي طرحت ومزيد من التفاصيل في هذه الحلقه، خليكم معنا. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في حياه طيبه. والحديث اليوم في أثر التكنولوجيا على الأسرة، هذه الحلقة الرابعة معنا متصل الآن على خط الهاتف. مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بس عندي مظاهرة بسيطة كده على التكنولوجيا وعموما التلفونات في أيدي الأطفال. طيب أوكي أرفع صوتك شوية أختي الكريمة تفضلي. أوكي. أوكي. تفضلي. بس يعني أنا عندي إنه هو يعني ما عارفه لكن اسوأ هديه ممكن تتقدم لطفل اقل من 12 سنه هو التليفون. طيب بامانه يعني انا بشوف انه من مسؤوليه الاب والام، لانه حتى في السوشيال ميديا في عمر معين بيسالوك منه هل انت في العمر ده عشان تدخل للحاجه دي او لا. طيب يا ام محمد المشكله الان الاباء والامهات في تنازع بين العاطفه الكثيره اللي عندهم، ولدهم بيبكي وشاف ود الجيران وفي بعض الاحيان بيعتبروها عنده مكافاه يعني. حلها بسيط، تخيلي حلها بسيط. انا واحده من عندي اولادي ثلاثه ما شاء الله. عمري الولد الكبير هسه عمره 15 سنه ما استلم تليفون الا عمره 15 سنه، وكلمتهم قبلها بفتره انه ممنوع تليفونات لاسباب، ووريتهم المساوي والمحاسن وذكرت وتفهموا هذه المساله يا ام محمد متفهمين. جدا. وهسه انا اكلمك ولدي الكبير ما استلم الا بعد عمره 15 سنه بعد 3 شهور، لانه في الاول كان في سنه ثالثه عام وقاعد امتحانات قال لي انا ما فاضي له هسه حيشغلني. ولما عملناه كان في الثانويه في سنه اولى. نعم. ولما عملت له طلب من الشخص اللي احنا بنمشي نعمل الاجراءات عشان نعمل التليفون طلب رقم بس، قال له حتدق جيجا بايت او داتا او المهم يعني حاجه عشان الانترنت برا. نعم. قال له ما محتاج، عندي في البيت واي فاي في المدرسه في واي فاي، ما محتاج انا في الوقت ده عشان حيشغلني. نعم. فرفضوا، قال له بس اعمل لي رقم عادي. ومن ضمن وهو الكلام هو اللي قاله، انا ما قلت له ولا انا وابوه فرض عليه. ما شاء الله ما شاء الله. الحاجه الثانيه الاتفاق معاه على اساس انه قلت له ما في سوشيال ميديا، ممنوع ولا اي نوع من السوشيال ميديا، لانه اصلا شرحت له مش معناها انا فرضت عليهم، وريتهم المساوي والمحاسن. انا مواقع التواصل وريتهم، انا عندي واتساب وعندي فيسبوك، والفيسبوك ده يمكن 3 شهور ما اخش الا مره. وما عندي فيه حتى علاقات ونسى وحاجات زي دي، لانه بجد بضيع الوقت. صحيح. واول حاجه الحاجه اللي انا منحتها لهم انا في نفسي ذات رفضتها، اللي هو انا ما اقعد فيه كثير. لما يكون عندهم هوم وورك، انا شخصيا عندي هوم وورك في البيت، بعمل بقرا كتب بعمل حاجات كده. نعم. لما يكونوا هم محتاجين التليفون يعملوا، محتاجين هم طبعا بعض الاحيان انه الشغل في المدارس هنا لازم يعملوا شير دوكيمنت او ما اعرف ايش، المهم يرسلوا للمعلمه عن طريق الحاجات دي البريد الالكتروني. وكلمتهم انه اول حاجه السوشيال ميديا ما عندهم، ولا واحد من اولادي ما عنده لا فيسبوك ولا اي حاجه. انا ما بقول لكم حاجه كمثاليه، لكن انا يمكن يعني المسألة بترجع للأم والأبو يا أم محمد، يعني بالتأكيد إذا الأم والأبو المسألة دي ضبطوها خلاص الحكاية اتحلت. أيوه
لانه والله لا. العظيم انا وريتهم في مشاكل كثير جدا حصلت للشباب، وانا دخلت دورات، يعني انا اصلا مجالي علم نفس ودخلت دورات اونلاين وشفت المشاكل بتاعت الاسر كلها في انه هاو تو كنترول، يعني كيف تقدر تعمل كنترول تحكم. ايوه دي حاجه. الحاجه الثانيه المهمه جدا جدا انه حتى لو جبت طفلك، لو اضطريت تدي طفلك حاجه ما اقل من 12 سنه، وبعد ما يكون كل التليفون الساعه 8 مساء قبل ما ينوم التليفون في غرفه الام، يعني في وقت للنوم موضع الطيران حتى عشان ما ياثر على الغرفه في الراديشن في الذبذبات اللي بتحصل. شكرا يا محمد. وانا واحده شكرا لكم، انا ما عايزه اطول لكن بتمنى والله العظيم الحكايه دي والله العظيم بجد يعني شنو حاجه صعبه جدا للاطفال، لانه يعني انت بتديه العالم كله في يده الصغيره دي وبدون كنترول. واتمنى والله انا بخاف جدا على الاطفال والله العظيم، اتمنى السودان دي يعني يتحسن للاكثر وان شاء الله تسمع عنه كله خير. شكرا يا محمد من كندا، كثر خيرك. شكرا على اتصالك. الله يسلمك. شكرا جزيلا. تحيه لمحمد كانت معنا من كندا. دكتور يوسف نعلق على محمد ونمشي لاخونا محمد كذلك من كوسي. ومحمد يعني حصلت كلامه انه اسوء هديه تقدم للطفل انه يقدم له جوال بدون ما تبين له المخاطر شنو. نعم احنا اتفقنا في البدايه انه يعني ما يهدى للطفل او يكافئ به الطفل لابد ان يتوافق مع احتياجات الطفل في المرحله بتاعت النمو اللي هو مع الربيع. يعني في كثير من الاحيان وحتى يعني انا قد لا اتفق مع محمد في ماذا؟ يعني في العمر، يعني العمر ده ما هو ما بقياس، يعني السن، يعني في ناس بيرشدوا في سن باكره وفي ناس بيبلغوا في سن باكره وفي ناس بيتاخروا الى اخره. كم يا دكتور يوسف؟ لكن انا بعتقد انه الجانب الاساسي في هذه المساله انه متى نحن نحتاج لجهاز بهذا المستوى؟ ولماذا نحتاجه؟ أنا بخيل لي نحن لابد أن نؤسس للاحتياج للطفل في مراحل النمو المختلفة، متى يحتاج إلى بعض الأشياء وما هي الحاجة الحقيقية. يعني ما مسألة أنه أنا والله ولدي دخل الثانوي مثلا لابد أن تكون عنده جهاز. البيئة بتحكم، يعني بيئة في العالم الغربي غير البيئة الموجودة عندنا. يعني نحن هنا في عالمنا لغاية يوم الليلة الإنسان الإلكتروني اللي بيتعامل المعلم بتاعه مع طالبه وتلميذه بالتقنية ما موجودة عندنا لغاية يوم الليلة. احنا بنتلقى العلم بالطريقة التقليدية بتاع زمان. صحيح. فيبقى هل حتى الزول داخل الجامعة انا لما نجي داخل الجامعة بتكون عندي علاقات عندي اتصالات بالأسرة، بكون بغيب المدرسة دي، الزول بيمشي وبيراجع المدرسة الساعة الفلانية. يعني لغاية مرحلة الثانوي انا ما بعتقد انه الطالب في هذه المرحلة محتاج لموبايل لسبب بسيط. إذا افترضنا أنه التأخير واحدة من العوامل، هذه التأخير ممكن ينطبق حتى على الأطفال الصغار. المدارس ساعتنا منتشرة في الأحياء قريبة من بيوتنا، وبالتالي الحاجة للتأكد من خروج ودخول الطالب ما بتحتاج لموبايل، وبالتالي الحاجة للموبايل حتى نهاية الثانوي ما عندها معنى. دخول الجامعة لأنه جامعات بعيدة، لأنه الناس بيحتاج لأنه يتواصلوا ودي البداية. أنا بيعتقد أنه نحن يفترض أنه نملك فيها ابننا ولا بنتنا موبايل قبل ذلك التاريخ. أنا ما بيعتقد، لأنه حاليا ممنوع في المدارس الثانوية أنك تجي حامل لموبايل في أثناء اليوم الدراسة. معظم المدارس الجادة بتمنع هذا الموبايل بصورة قاطعة لأنه هو مشغل وملهي. يعني نعم ولا معنى له. يعني أنا بيتكلم عن الحاجة، يعني أصلا اللي بيخلي الحاجة موجودة هو الواقع اللي احنا بنعيش في. لغايه يوم الليله اذا في اي ولي امر عنده تلفونه ورقمه موجود في المدرسه، اذا حصلت حاجه لابنه ولا بنته اثناء اليوم الدراسي بيتصلوا به بولي الامر. في الجامعه الكلام ده ما موجود. فيبقى نحن لغايه الثانوي نحن ما محتاجين لانه نملك اي طفل على اطلاقه جهاز بتاع موبايل عشان يمشي به. الجانب الثاني فيما يتعلق دور الاسره، يعني احنا الى اي مدى قادرين انه نسيطر على ابنائنا؟ نحن للاسف الشديد لغايه يوم الليله، يمكن اخونا محمد عثمان في سؤاله الاول اشار لانه الاسره هي النواه، نواه المجتمع. اذا احسننا واصلحنا حاله هنخرج لهذا المجتمع ناس نافعين لهذا المجتمع، يقدموا وطنهم، يقدموا بلدهم، يجعلوا له الرياده. فصنع الانسان بيبتدي من داخل الاسره، فاذا الاسره هي النواه. نحن في داخل الاسره لغايه يوم الليله نحن بدل ما بيسعوا الأبناء والبنات لإرضاء آبائهم حاصل عندنا العكس، إنه الآباء والأمهات بيسعوا إلى إرضاء أبنائهم، والصورة أصبحت مقلوبة. يعني أنا ما بسعى لإرضاء ابني
فيما يضره، لكن بصلح حاله. يعني غياب بعض المفاهيم دكتور يوسف، يعني بالنسبة لضيق الوقت، يعني خلينا نقفز لنقطة أخيرة ونختم بها، تبقت لنا دقيقتان فقط، مسألة الوقت وإهدار الوقت يا دكتور يوسف. نعم الوقت، أول حاجة خلينا نتكلم عن الوقت. أول حاجة هناك متطلبات لنمو الإنسان الطبيعي خاصة للشباب في المرحلة العمرية بتاعة النمو، إنه يأخذ ليلا نوم متكامل ما فيه أرق ما فيه صحيان ما بين 6 إلى 8 ساعات. لماذا؟ لأنه هذا يساعد في تقوية النظام المناعي ويساعد الجسم في عمليات الحيوية اللي يحتاج جسم الإنسان وهو نايم. فالليل ضرورة حياتية للمسألة بتاعت البناء البدني لجسم الإنسان، والجانب المرتبط بالجهاز المناعي بدرجة تقويه. فيبقى الحاجة إلى النوم، أي ساعة تفقيدها من ساعات النوم لا تعوضها عدد من ساعات النهار نوما، وتعمل خلل طوال في توازنك في النهار. فبالتالي نحن لابد أن نحرص على أنه ننام نوما كافيا. الناس اللي بنوموا بالنهار بيفقدوا واحدة من الحاجات المهمة اللي هي أشعة الشمس بدرجة ما. أنت لما تكون نايم بالنهار محتاج لأنه أشعة الشمس اللي هي جزء من الاحتياجات البدنية بالفيتامينات الموجودة فيها اللي بتغذي الإنسان عشان يتكامل عمره. الناس اللي بيبدلوا الليل بالنهار والنهار بالليل دائما بيحصل لهم خلل في يعني بنائهم البدني وغيره من هذه الأشياء. حتى شرط بعض الدراسات يعني في بعض الأحيان الإنسان اللي بيكتر من السهر يصاب بالسرطان يعني، والاكتئاب والقلق. لأنه ما متكامل. خلينا أنا بس أقول لك في دقيقة واحدة لأنه شو تقدر تنهي الحلقة. أنا داير أقول إنه جهاز الموبايل يجب أن لا يستخدم لساعات متطاولة، لأنه الاستخدام المتطاول حسب الدراسات العلمية أثبتت بأنه بيضر بيحدث بعض سرطانات الدماغ، ونحن ذكرنا في حلقة سابقة إنها قد تصل إلى 40% حسب هيئة الصحة العالمية. الحاجة الثانية، لا تستخدم الموبايل وهو في الشاحن. لا تستخدم الموبايل في مكان فيه الإيصال ضعيف. أيضا لا تستخدم الموبايل بمستوى قريب جدا، قلل المسافة بينك وبين على الأقل 30-40 سنتيمتر. قلل من الاستخدامات، قلل من الفترة اللي أنت تستخدم فيها هذا الموبايل للتواصل وليس للونسة. السلام دكتور يوسف، ختام جميل، شكرا جزيلا دكتور يوسف اسماعيل عبد الله استشارنا، بس كتر خير. الله يجزيك خير. شكرا جزيلا. شكرا لكم أنتم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. غدا إن شاء الله سنواصل في ملف حرية المرأة المزعومة. إلى ذلك الحين مع بروفيسور رشيد إسماعيل البيلي، تحياتي وفريق العمل في أمان الله.